بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف العاشر بحل اختبار الوحدة الثانية اللي هي وحدة الدائرة. اليوم راح نحل مع بعض كل الأسئلة اللي جاية بهذا الاختبار. لا تنسوا تدعمونا بلايك وباشتراك للقناة وخلونا نبلش. خلونا نبلش بحل السؤال الأول. السؤال الأول لاحظوا هنا شو بحكي لي، معطيني وتران، بحكي لي إنه بي سي و اي بي هما وتران في الدائرة، وبحكي لي أيضا إنه طول الضلع اي اس شو بيساوي 4 سنتي، وطول الضلع او تي اللي هنا بيساوي 3 سنتي، جد طول الضلع بي سي. أنا بدي أوجد طول الضلع هذا اللي هنا من بي لسي، تمام؟ طيب خلينا هنا نشوف شغلة. لاحظوا حاطين لي هون شحطة عند هذا الضلع وشحطة ثانية عند هذا الضلع. شو يعني هذول الشحطتين؟ يعني انه هذا الضلع OT هو بيساوي نفس الضلع اللي هو OS، يعني اذا هذا بيساوي 3 هذا نفس الاشي شو بيساوي 3، تمام؟ هاي اول شغلة نستنتجها. ثاني شغلة ممكن نستنتجها، لاحظوا انه هاي الO نصف قطر، تمام؟ هاي الO اللي هون نصف قطر، جاية نصف القطر عمودي على الوتر اللي هون اللي هو BC. الآن في نظرية بتحكي لي هي بالدرس الأول، بتحكي هاي النظرية إذا كان عندك نصف قطر، عندك هنا وتر نصف قطر نازل على وتر، الوتر الأول هو نفسه نصف القطر اللي نازل على الوتر الثاني، معناته إنه هذا الوتر بيساوي هذا الوتر. أعدلكم إياها، إذا كان البعد بين نصف القطر والوتر الأول يساوي نفس البعد اللي بين نصف القطر والوتر الثاني، بقدر احكي انه هذول الوترين شمالهم متساويات. يعني بقدر هنا اكتب له انه طول الوتر AB بيساوي طول الوتر BC، تمام؟ اذا انا عرفت قياس الAB راح اعرف قياس الBC اللي هو طلبه مني احله بالسؤال. طيب خلينا نشوف عندنا الAB هون لانه في عليه معطيات اكثر. طيب الان بدنا نستنتج كمان نظرية. لاحظوا عندي نصف القطر نازل عمودي على الوتر. الآن لما يكون عندي نصف قطر نازل عمودي على وتر شو بيعمل فيه؟ بنصفه. يعني هاي النقطة S اللي هي بتنصف هذا الوتر، يعني إذا هذا طول الضلع كامل بيساوي 10، هاي راح تكون 5 وهاي راح تكون 5، تمام؟ بس هو معطيك إيش؟ نصف القطر اللي فوق، يعني معطيك النص اللي فوق اللي هو 4، فأنت لحالك لازم تستنتج إنه هاي كمان شو تساوي؟ 4، تمام؟ بما إنه هاي طولها 4 سنتي فأكيد هاي شو راح يكون كمان طولها 4 سنتي. طيب بما انه انت عرفت قياس AS وعرفت قياس SB، ليش ما تجمعهم وتطلع قياس الضلع اللي هو ايش؟ AB، تمام؟ خلينا نجمعهم. باجي بحكي له انه الضلع AB بيساوي الضلع اللي فوق اللي هو 4 زائد الضلع اللي تحت اللي هو كمان 4 وشو بيساوي؟ 8. هذا طول الضلع AB، بس اذا لاحظتوا احنا حكينا من السؤال من فوق انه AB هو نفسه BC، اذا هون باجي بحكي له كمان الضلع BC شو بيساوي طوله؟ 8 سنتيمتر، تمام؟ فهمنا هذا السؤال الأول؟ كثير سهل. طيب ننتقل للسؤال الثاني، نشوف شو طالب مني هون. بيحكي لي جد طول الأم، أوجد طول الأم، عندي الأم هي وتر في الدائرة الأم هنا، تمام؟ ومعطيني قياس الأن سي هاي تساوي 3 وقياس الدي أن شو بتساوي؟ تساوي 2. من السؤال هذا المعطيات هو أعطاني إياهم. الآن طالب مني أحسب طول الضلع الأم. هسا انا عشان احسب طول هذا الضلع بدي اركز على شغلتين. اول شغله هون لاحظوا هذا نصف قطر من هون، هيو من هون، يعني السي دي هذا نصف قطر. طب كم قياسه هذا نصف القطر؟ لاحظوا من هنا لهون 3 ومن هون لهون 2، يعني 3 زائد 2 شو بتساوي؟ 5. معناته طول نصف القطر هذا كامل شو بيساوي؟ 5. طيب النصف لو انا بدي امد خط من هون للنقطه هاي، مديت انا من سي لام، مديت بيناتهم خط، تمام؟ هذا الخط شو بيمثل هذا الخط؟ هذا نصف القطر، هيو عمود نازل من نصف القطر واصل لعند النقطة هاي على محيط الدائرة، هذا شو بيساوي؟ نصف القطر. طب كيف بدي اعرف قياسه هذا نصف القطر؟ هذا قياسه شو بيساوي؟ 5. ليش 5؟ لأنه نصف القطر من هون لهنا بيساوي 5، معناته أكيد نصف القطر بيساوي 5، لأنه أنصاف الأقطار في الدائرة دائما متساوية، فأنا بكتب له كمان هذا شو بيساوي؟ 5. طيب الآن لاحظوا عندي هنا الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي عنها، إنه هذا نصف قطر نازل على وتر،
شو يعني نصف قطر نازل على وتر؟ يعني بنصفه. إذا هذا اللي فوق كان 2 هذا اللي تحت يساوي 2، هذا 10 هذا 10، تمام؟ من النظرية أنا بشتغل. طيب إذا أنا عرفت قياس هذا الضلع اللي تحت راح يكون هو نفسه قياس الضلع اللي فوق، وبجمعهم بيطلع معي قياس طول الضلع الأم كامل. طيب خليني أوجد قياس هذا الضلع اللي هو أم أم، كيف بدي أوجده؟ لاحظوا هنا تشكل عندي مثلث، هاي مثلث من هون لهون، هذا مثلث معي قياس هذا الضلع ومعي قياس هذا الضلع، بقدر أطلع قياس هذا الضلع من أي نظرية؟ نظرية فيثاغورس اللي هي بتحكي لي إنه الوتر تربيع، هاي الوتر اللي هو المقابل للزاوية، هاي الوتر اللي هو كم؟ 5. فبحكي له هنا 5 تربيع تساوي الضلع حاصل جميع الضلعين تربيع، يعني هذا الضلع تربيع زائد الضلع أن أم أن أم إيش؟ تربيع، تمام؟ أنا المطلوب من إني أوجد هذا الطول، بدي أوجد هذا الضلع اللي هو أن أم تربيع، فباجي بحكي له بنقول هاي على الطرف الثاني، فهي راح تصير ناقص 3 تربيع وهنا ناقص 3 تربيع، فباجي بحكي له هنا إذا قياس الضلع أم أن تربيع شو بيساوي؟ هاي 5 تربيع كم؟ 25 ناقص 3 تربيع كم؟ 9، يعني 25 ناقص 9 كم قياسها بتطلع؟ 16. الآن أنا ما بدي هذا الضلع تربيع، أنا بدي هذا الضلع لحاله، فشو باجي بعمل؟ باخذ جذر تربيع للطرفين عشان التربيع يروح مع الجذر، فبضل عندي هنا قياس طول الضلع أم أن شو بيساوي؟ جذر 16 واللي هو 4، تمام؟ بس مش هذا لسه، أنا ما وصلت للمطلوب، أنا اللي أوجدت طول الضلع أم أن من هون لهون اللي هو كم؟ 4، لسه هو طالب مني بالسؤال طول الضلع الأم، هذا كامل. بس أنا في عندي نظرية قبل ما أبلش حل كنت أعرفها، إنه هذا نصف القطر نازل على وتر معناته بنصفها، إذا عرفت قياس هذا الضلع هو نفسه رح يكون قياس هذا الضلع، يعني كمان 4، 4 هون و4 هون، تمام؟ ليش؟ لأنه نصف القطر بنصف الوتر. طيب الآن بده طول الضلع الأم كامل، شو باجي بعمل؟ معي طول الضلع هذا، طول الضلع هذا، بجمعهم مع بعض، باجي بحكي له إذا طول الضلع الأم شو بيساوي؟ الضلع اللي تحت حسبناه 4 زائد الضلع اللي فوق نفسه بيساوي 4، إذا مجموعهم شو بيطلع؟ 8، تمام؟ طلع مجموع قياس الضلع الأم شو بيساوي؟ 8. هو صدفت معنا إنه جواب السؤالين طلع 8، بتروح على الخيارات وبتحطه بتضع دائرة الجواب بيطلع 8. إن شاء الله أنكم تكونوا فهمت هذول السؤالين. ننتقل للسؤال رقم 3، بيجي بحكي له هنا السؤال احسب نصف القطر. نصف القطر اللي هو هي من هون من نقطة أولى النقطة اللي عندي هنا اللي هي كم قياسه X، بده يعني أوجد قيمة X. الآن عندي أنا هنا شكل مثلث، أمامي أنا شكل مثلث، معي طول هذا الضلع ومعي طول هذا الضلع، بدي أحسب طول الضلع اللي هنا. رأي قانون أستخدم؟ راح أستخدم على نظرية فيثاغورس. شو بتحكي لهي النظرية؟ الضلع المقابل اللي هو الوتر تربيع يساوي حاصل جمع الضلعين تربيع. الآن الضلع O ل A من O ل A كاملا هو شو بيساوي؟ X زائد 8، مش 8 لحالها ولا X لحالها، بيساوي X زائد 8 ونحطهم كلياتهم بقوس تربيع. يعني بدي أجي أكتب له هنا X زائد 8 الكل تربيع تساوي الآن الضلع اللي فوق، خلينا نكتب أو خلينا نكتب الضلع اللي هنا أول X تربيع زائد الضلع الثاني اللي هو 16 عليها تربيع. الآن هنا عندي قوس تربيعي، كيف احنا بنفك القوس التربيعي؟ في له قانون اللي هو بيحكي لي الأول تربيع نفس الإشارة، 2 ضرب الأول ضرب الثاني، يعني 2 ضرب X ضرب 8 اللي هي 16X، دائما زائد الحد الثاني تربيع، 8 تربيع اللي هي كم؟ 64، تساوي X تربيع بتنزل زائد 16 تربيع اللي هي 256 باستخدام الآلة الحاسبة، تمام؟ طيب الآن لاحظوا في عندي هنا X تربيع قبل المساواة وX تربيع بعد المساواة، شو بنعمل فيهم؟ نشطبهم مع بعض، تمام؟ لأنهم نفس المقدار ونفس الإشارات. الآن شو ضل عندي؟ ضل عندي هنا 16X وهنا 64، خليني أنقل ال 64 على الطرف الثاني، ناقص 64 ناقص 64، فهي راح تنزل عندي كم؟ 16X تساوي، هاي من هنا راحت. الآن 256 ناقص ال 64 كم بيطلع قياسها على الآلة الحاسبة؟ راح تطلع 192. الآن صفت عندي 16X تساوي 192، شو بعمل فيهم؟ بقسم على 16 بقسم على 16، راح تطلع برضه باستخدام الآلة الحاسبة شو بتطلع قيمة X؟ تساوي 12 سنتيمتر، تمام؟ عرفنا كيف حسبنا قيمتها؟
طلب مني احسب نصف القطر، نصف القطر اللي هو قياسه اكس معطيني اياه بالسؤال، وهنا طول الوتر 8 زائد اكس الكل تربيع. فكينا القوس الى ان هاي بنقدر نختصرها مباشره، او انك تحكي ناقص اكس تربيع ناقص اكس تربيع برضو بيروحوا مع بعض، او انك تقدر تحلها مره واحده زي هيك بيكون احسن. الان خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم 4. شو بيحكي لي هذا السؤال؟ معطيني هاي الرسمه وبيحكي لي اوجد طول القوس اي بي، طالب مني احسب طول قياس القوس من A ل B. الان طول القوس اذا بتتذكروا في له قانون اللي هو كنا نسميه ال سمول تساوي ثيتا على 360 ضرب 2 باي في نصف القطر. يعني السؤال طلب مني احل السؤال واخلي بدلاله باي، يعني ما راح احل، راح اخلي بدلاله باي اخر شيء، ما راح اختصر. تمام. الان هاي الثيتا اللي هي زاويه القطاع المركزي اللي هي هون هيها، اللي هي معطيني قياسها كم؟ 45. فباجي بحكي له ال تساوي 45 على 360 مضروبه في 2 باي ضرب نصف القطر، هي معطيك اياه كم؟ 3. فبتضرب هنا في 3. هسه 2 ضرب 3 هذول كلياتهم كم قياسهم؟ 6. تمام. طيب خلينا وين راحت؟ او خلص ننزل خطوه جديده هون، بنحكي 45 على 360 مضروبة في 6 باي. الآن بدنا نختصر قد ما نقدر نبسط السؤال. 6 على 360 قديش فيها؟ 6 على 6 فيها بواحد، 360 على 6 فيها بستين. الآن ظل الجواب عندي هنا 45 على 60 باي، بس هذا الجواب مش موجود في الخيارات، بدنا نبسط أكثر. 45 قسم لي إياها على 3 كم فيها؟ فيها 15. وال60 قسم ليها على 3 كم فيها؟ 20. فظل الجواب كم؟ 15 على 20 باي، برضه مش موجود في الخيارات. قسمها اكثر، تقسم على 5، قسم على 5 كم فيها؟ 3. قسم على 5 كم فيها؟ 4. وطلب الجواب بدلاله باي، فرح يكون الجواب الاخير 3 على 4 باي. تمام. هذا هو طول القوس اي بي، بيطلع قياسه 3 على 4 باي. سؤال كثير سهل بس تطبيق مباشر على القانون. خلينا ننتقل للسؤال رقم 5. الآن خلينا نكمل بحل الأسئلة، وصلنا عند السؤال الخامس، نشوف شو طالب مني السؤال. معطيني هاي الرسمة بحكي لي أوجد قيمة X اللي هي الX اللي عندي هون. هسا بدي أعرف هاي الX شو تمثل. هاي الX تمثل زاوية محيطية، هاي رأسها جاي على محيط الدائرة، إذا هاي بسميها X زاوية محيطية. الآن في نظرية بتحكي لي إذا في زاويتان محيطيتان تقابلان نفس القوس بحكي عنهم متساويات. يعني أنا هنا وظيفتي شو أعمل؟ أوجد زاوية ثانية تقابل نفس هذا القوس عشان أحكي عنهم متساويين. هذا القوس اللي وي من هون لهون، تمام؟ إذا وجدت زاوية محيطية ثانية تقابل نفس القوس بحكي عنهم متساويات. هاي والله عندي الزاوية هاي، هاي رأسها جاية على محيط الدائرة، معناته هاي الزاوية محيطية، بس أنا ما معي قياس هاي الزاوية، لازم أوجده. إذا وجدت قياس هاي الزاوية راح أعرف قياس هاي الزاوية، تمام؟ لأنهم متساويات. فباجي هنا بدي اوجدها. لاحظوا معطيني قياس هاي الزاويه 61. طب هاي الزاويه كيف بدي اعرفها؟ هاي الزاويه شو تساوي؟ تساوي نفس قياس هاي الزاويه 95. ليش؟ لانها زاويتان متقابلتان في الراس. يعني لو اجينا نسمي هاي الزاويه، خلينا نسميها واي، نيجي هنا نحكي له انه واي شو بتساوي قياسها؟ 95 درجه. ليش سميتها يعني حكيت انها 95؟ لانهم زوايا متقابلات في الراس. الآن صار معي قياس هاي الزاوية 61 وهاي قياس الزاوية 95. كيف بدي أوجد قياس هاي الزاوية؟ على قانون مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة بقدر إني أحسبها. فباجي هنا بحكي له الزاوية هاي المجهولة، خلينا نسميها X لأنها برضو تساويها. فباجي هنا بحكي له الزاوية X زائد الزاوية 61 زائد الزاوية Y اللي هي طلعت معنا 95. هذول كلياتهم شو بيساوي مجموعهم؟ 180. يعني 61 زائد ال 95، لو نجي نحسبها هون 61 زائد ال 95، 5 زائد 1 اللي هي 6، 9 زائد 6 واللي هي 15. فبيطلع هون x زائد 165 شو بيساوي؟ 180 درجة. يعني عشان اخلي x لحالها صارت معادلة سهلة انك تحلها، بس بتنقل ال 165 على الطرف الثاني، بيطلع مع قياس الزاوية X شو بيساوي؟ 24 درجة. تمام؟ هاي الزاوية أي واحدة؟ الزاوية اللي أنا هون عندي هاي قياسها 24 درجة. طيب
طيب بما انه هاي الزاويه تقابل هذا القوس وهاي الزاويه نفسها محيطيه تقابل نفس القوس، معناته هاي اكس برضه تساوي نفس الشيء 24. تمام، هيك احنا حلينا هذا السؤال. الان ننتقل للسؤال الاخير اللي معنا هون، سؤال 6. معطيني هاي الرسمه كامله، بيحكي لي اوجد قياس الزاويه دي سي اي اللي هي الزاويه هون دي سي اي هاي. تمام، بدي يعني اوجد قياس هاي الزاويه اللي هون، بدي يعني اوجد قياسها. اذا هاي الزاويه اللي هون كيف بدي احسبها؟ لاحظوا عندي هون الزاويه او، هاي زاويه مركزيه، هيها جايه بنص الدائره، هاي زاويه مركزيه راسها جاي على النص، وهي الزاوية بي زاوية ايش؟ زاوية محيطية رأسها يقع على محيط الدائرة. الآن شو العلاقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية؟ في نظرية تحكي ان الزاوية المركزية تساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية، يعني هاي الزاوية خلينا نسميها او، الزاوية او شو بتساوي؟ بتساوي ضعف يعني 2 ضرب قياس الزاوية اللي هي 85. تمام؟ 2 ضرب 85 رح يطلع معنا قياس الزاوية O شو بيساوي؟ 116 درجة. إذا هاي الزاوية O اللي عندي هنا كم قياسها؟ 116 درجة. طيب؟ طيب بس أنا ما بدي قياس هاي الزاوية 116، أنا بدي قياس الزاوية اللي هنا. إذا أنا عشان أعرف قياس هاي الزاوية اللي هي CDA، لو أنا طلعت قياس هاي الزاوية معي قياس هاي الزاوية، بس بضل إيش؟ هاي الزاوية على قانون مجموع زوايا المثلث. الآن شو بدي أعمل عشان أطلع هاي الزاوية؟ لاحظوا هاي الزاوية محيطية، هاي رأسها يقع على القوس، وهي أضلاعها أوتار في الدائرة. الآن شو القوس المقابل لهاي الزاوية؟ الزاوية دي، هاي القوس الكبير هذا دي لسي. تمام؟ هذا من A لسي، هذا القوس كامل يقابل هاي الزاوية دي. وهاي الزاوية المركزية مش هاي اللي احنا طلعناها الـ O، خلينا ناخذ متممتها، الزاوية متممتها خلينا نسميها F. تمام؟ هاي الزاوية F برضه هيها رأسها نص، رأسها مركز في الدائرة وأضلاعها أنصاف أقطار وتقابل نفس القوس اللي هو بـ A. تمام؟ المتممة أنا بحكي مش الزاوية هاي، المتممة تقابل هذا القوس والزاوية المحيطية هاي تقابل نفس القوس. الآن كيف بدي أطلعها هاي الزاوية المتممة؟ لاحظوا كيف بدي أطلعها، إحنا بنعرف إنه مجموع الزوايا حول النقطة شو بيساوي؟ 360، فباجي بحكي هون الزاوية F، قياس الزاوية F شو بيساوي؟ 360 درجة ناقص قياس الزاوية اللي معاي اللي هي 116. تمام؟ فباجي أنا بحكي له الزاوية F شو بتساوي؟ 360 ناقص 116، فبتطلع معنا الزاوية 244 درجة. تمام؟ قياس هاي الزاوية F شو بيطلع؟ 244 درجة. طيب الآن شو بستفيد من أنا طلعت المتممة لهاي الزاوية المركزية؟ احنا حكينا انه هاي الزاويه المركزيه المتممه تقابل هذا القوس الكبير اللي هو من A ل C، وهاي الزاويه المحيطيه برضه تقابل نفس القوس من A ل C. اذا شو العلاقه اللي بينهم؟ الزاويه المركزيه تساوي ضعف قياس الزاويه المحيطيه اللي هون. الان الزاويه المركزيه F هيها، الزاويه F شو بتساوي؟ ضعف قياس الزاويه هاي خلينا نسميها CDA، قياس الزاويه CDA. إذا أنا بدي قياس هاي الزاوية، فشو باجي بعمل؟ بقسم هاي على 2، بقسم هاي على 2. الزاوية F كم احنا طلعناها؟ 244. ف 244 لما تقسمها على 2 كم راح يطلع معك القياس؟ 122 درجة. هذا شو بيساوي؟ بيساوي قياس الزاوية CDA، هاي الزاوية اللي هون، اللي هون كم قياسها؟ 122. الآن صار معي قياس هاي الزاوية ومعي قياس هاي الزاوية، كيف بدي أطلع الزاوية الأخيرة اللي طلبها مني بالسؤال؟ لاحظوا هذا شكل مثلث. تمام، شكل مثلث، كيف بدي أوجد قياس الزاوية الأخيرة؟ على قانون مجموع زوايا المثلث. باجي هون بحكي له الزاوية هاي خلينا نسميها X المجهولة، زائد الزاوية اللي قبل شوي طلعناها 122، زائد الزاوية اللي فوق، الزاوية اللي طلعناها اللي هي لا هاي معنا من السؤال نفسه 23، زائد 23 كلياتهم بيساوي مجموع زوايا المثلث واللي هو 180 درجة. لان نيجي نجمعهم 122 زائد 23 رح تطلع 145. فهنا بحكي له اكس اكس زائد 145 شو بتساوي؟ 180 درجة. تمام؟ طيب عشان اخلي اكس لحالها موضع القانون شو بعمل؟ بحط هنا ناقص 145 ناقص 145،
خلينا نكملها هون. تطلع قياس الزاوية X شو بتساوي؟ 180 ناقص الزاوية اللي هي 145 كم راح تطلع معنا؟ راح تطلع 35 درجة. تمام؟ إذا هاي الزاوية اللي هو طلبها مني اللي هي DCA كم طلع قياسها؟ 35 درجة. تمام؟ إن شاء الله لكم تكونوا فهمتوا هذا السؤال. إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك للقناة، وإن شاء الله بنكمل حل باقي الأسئلة بالفيديو الجاي، ويعطيكم ألف عافية.